السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة صمصة. اليوم سوف نتعلم في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو طريقة إضافة الرموز الأساسية إلى سطح المبدأ. أولا ننتقل في المنشأ إلى إحدى الأماكن الفارغة أو الخالية، ونقر على إكليك الأيمن أو الزر الأيمن، ثم نذهب إلى Personalize أو إضافة الطابع الشخصي، ثم نذهب إلى Go to Theme أو أذهب إلى النمط، ثم نذهب إلى Desktop Icon Setting أو إعدادات سطح المكتب أو إعدادات الرموز سطح المكتب، ثم نختار User File. هذا User File والنتورك والكمبيوتر مثلا، وأيضا نستطيع من أن نقوم بتغييره فقط عبر تحديده Change Icon أو تغيير الرمز، ونستطيع من تغييره، ثم نقوم على Apply أوكي. كما تشاهدون هي هذه الرموز التي قمنا بإضافتها، اليوزر فايل والنتورك والبي سي. ومع السلامة، نتمنى إن كان الفيديو مفيدا لكم.